اليوم تنصبنا كدفاع وطلبنا مهله لاعداد الدفاع. حنا بالنسبه لنا عناصر الدفاع ديالنا واضحه منذ البدايه، كنقولوا بانه هذا الملف ما كان له ليكون امام المحكمه، ملف مشمول بقاعده معروفه وتعتبر من المبادئ الاساسيه للقانون، المبادئ الاساسيه للمحاكمه العادله، هي انه لا يمكن محاكمه الشخص مرتين وسبقيه البت. ولذلك الا كان في نظرنا احنا قاضي التحقيق اخطا خطا كبيرا في احاله الملف، حنا كلنا امل غنجيو للمحكمه وسنوضح لها بما يكفي انه المشمول بسبقيه البت وبانه لا يمكن محاكمه الشخص مرتين. كيهضروا على انه ماشي سبقيه البت، كاين قضيه اخرى. على كل حال هذا نقاش ليس محله الان، محله امام المحكمه. ما غنسبقوش الاحداث، عندنا العناصر الكافيه لنجيب على هاد التخربيقه القانونيه. نعم هذه القضيه اللي كيكون فيها تناقض بين لا ما كاينش تناقض، ما كاينش تناقض، كاين واحد شوف كاين واحد كيتكلم بالقانون وكاين واحد كيكذب على الناس، ما كاينش تناقض، القانون واضح، اللي كيقول ما كاين سبقيه البت كيكذب، اللي كيقول لم يحاكم مرتين كيكذب، هذا ما كاينش تناقض. لان الشهاده كيهضر على انه ما كيعرف حميد الدين، المساله انه كيعرف حميد. هذا ليس شاهدا جديدا، هذا مدان سنه 93 وكانوا كيجيبوه في كل ملف، جابوه في 2006 وجابوه في 2011 وجابوه في 2013 2015، وغنوضحوا للمغاربه التناقض الكبير اللي حصل في الشهادات ديالو، التطور والتناقض اللي حصل من 93 حتى هذا السيد هذا قضى سنتين سجن بنفس التهمه في 93، كيف يمكن ان يصبح الان شاهدا في وقائع هو مدان فيها؟